هذه المعارض تعبر عن مدى الحضارة التي تقدر البلد التي نشأت فيها. الفنان علي داغر ابن الساحل لديه مخزون رائع بالأفكار، والطبيعة منحته هذا المخزون. تناول الفنان علي داغر بمواضيعه المرأة، طبعا وقت بيكون موضوع المرأة بيكون في نوع من الشفافية للأعمال، كما قدم الطبيعة الصامتة وقدم الطبيعة المدرسة الانطباعية بجهد رائع. وحبذ أن تقام هذه المعارض على مدى الأشهر والأيام. يعني هذا نشاط قدمه الفنان وأبدع في هذا المجال. المعرض بشكل عام يحمل اسم ملامح وخطوط. أغلب البورتريات الموجودة أنا كتير اهتميت بالتفاصيل الوجهية والتعبير الوجهية، وبالأخص حاولت أني خصص موضوع المرأة وتقديم المرأة كأن على أنها امرأة مبدعة ومثقفة ومبدعة وتحمل رسالة. في بعض أعمالي امرأة عازفة، ملكة، أو مثلا في عندي بعض أعمال امرأة تحمل مثلا كبرياء وعزة نفس. مثل ما بنعرف نحن المرأة السورية بشكل خاص واجهت عدة صعوبات من خلال الحرب والأزمة السورية. كانت الأم يتيمة، كانت أم ثكلة ويتيمة وأرملة، فواجهت عدة صعوبات وعدة محن بهذه الأزمة، فحاولت أني أنقل بعض الصور الوجهية بمعاناة معينة.